شحنة جديدة جت النهاردة، وطبعا احنا خلاص اخدنا عهد على نفسنا ان احنا ما نفتحش الشحنات غير مع بعض. النهاردة معانا، تعالوا نشوف. من اسعد لحظات حياتك لما يكلمك يقولك ايوه يا فندم انا مندوب امازون، انا موجود بره يا فندم، ولا انا مندوب ارامكس، او انا مندوب دي اتش ال. بتحس كده ب فهم. انا النهارده كلمني الراجل، انا من ارامكس، الشحنه اللي حضرتك طالبها وصلت. طبعا بنحب نشكر ارامكس لان هم بداوا يبقوا احسن شويه من العاق الفيدكس دي اتش ال طبعا في المقدمه وفي الرياده، وارامكس بعديهم، وفيدكس تلحق بهم في الذيل القائمه. فككم الكلام ده، تعالوا نفتح النهارده البرودكت ده. ايه البرودكت ده؟ البرودكت ده هو شاشه. انا طلبت شاشه، بس في الحقيقه هي مش شاشه عاديه. انا طبعا عايز اقول لكم ان شاء الله الشحنه الجايه يعني او الطلبات الجايه، ان انا هعمل ايه، ان انا هطلب نايف، عشان انا ما اشتريتش لحد دلوقتي نايف، وشكلنا هنعمل انبوكسات كتير مع بعض. فانا هطلب نايف، لان كده عيب قوي الصراحه، مش معقول كل الصرف ده ومش عارفين نجيب نايف. ايه بقى فكره الشاشه دي؟ الشاشه دي يا سيدي الناس هي اكستندد مونيتور، يعني هي مش شاشه انت بتقعد تتفرج عليها عادي على زي الكمبيوتر العادي لو انت عندك شاشتين او كده، لا دي اكستندد مونيتور لللابتوب، يعني انت ممكن تركبها على اللابتوب وتقدر ان انت تخلي اللابتوب بتاعك شاشتين. يعني طبعا في كذا ماركه موجوده على امازون، ودي من مميزات امازون. يعني طبعا هم فاتحينها في الجمارك، بس ما كلفوش نفسهم ان هم يحطوها تاني في ال في بتاع في اللفه بتاعتها، لان يعني طب ليه ما انت كده هتفتحها يعني. في ايه تاني هنا؟ في طلعوا الكتالوج برضو بره، فصباح الفل. غير كده مفيش اي حاجه تاني. تعالوا بقى نتكلم على تريو باي موبايل بيكسلز. ايه هي دي؟ دي اكستندد مونيتور اي بي اس فول اتش دي مونيتور، بتشتغل على الويندوز والماك والاندرويد. خلينا نشوف قال لك ايه بقى. ماست ريد هاو تو فيكسر يور ديسبلاي تيرن اوفر. طب تعال نبص على الحاجات دي. احنا طبعا الموضوع شكله كبير. في ايه تاني هنا؟ يقول لك كويك ستارت جايد. في ايه تاني هنا؟ جيفت فور يو 10% امازون ديسكاونت، 10 مش 10% 10 دولار. اوكي تعالوا نفتح كده ونشوف هذه الشاشه. هادي يا سيدي الشاشه اللي موجوده. ده ايه بقى اللي بيحصل؟ ده الجزء اللي بيركب تقريبا في اللابتوب. ايه اللي بيحصل هنا؟ فين الشاشه يا جدعان؟ ده الجزء اللي بيركب في اللابتوب من ورا، ودي الشاشه بتطلع كده. يعني انا اللابتوب بتاعي يبقى هنا، ودي الشاشه هتطلع كده اهو، بحيث ان انا اقدر ارمي عليها اي حاجه. فده لا، هم ما اتفتحتش ولا اي حاجه. ده ايه بقى؟ ده الجزء اللي بيركب في ده الماجنت، صح؟ اللي هو الجزء اللي فيه ماجنت. تمام، يبقى ده اللي انا محتاج ان انا اركبه في اللابتوب. قال لك ايه بقى هنا؟ اتاتش 1 ميتال بليت اوفر ايتش ماجنت. 1 ميتال بليت اوفر ايتش ماجنت. ماشي تمام. طب ده انا اركبه فين ده يا معلم؟ طيب نجيب كده الشاشه. في حاجه تانية هنا اهو. ده في شويه حاجات هنا. ده في الكيبل بتاعه اليو اس بي تايب سي، طبعا في كونفرتر تايب سي تايب سي. وما هذا؟ ما هذا؟ طيب احنا هنا في ماجنت اهو. ده المفروض ان انا الزق الماجنت ده في اللابتوب بتاعي. ده بعتين كذا، بس عشان لو عندي كذا لابتوب يعني. جامد والله الحوار ده، عشان لو بستخدمه على كذا ديفايس. كل دي ماجنتس؟ لا لا دي حديد يعني، بس هو ايه ده اللي بيلزق. يلا بينا نبدا. انا محضر اللابتوب على فكره، لان انا عارف طبعا ان هو ده البتاع. اوكي، فاحنا محتاجين هنا نحط ناتاتش ان ده. هنفتح بقى كده. هو قال لك اتاتش ميتال اوفر اتش. طب ما ده صايع، هو ذكي اكتر مننا ان انت هتحط دي كده اصلا. استنى هنأتاتش ميتال، خلينا نسمع الكلام. هو الراجل كاتب لنا 4 خطوات يعني مش 12 خطوه. طبعاً هنحط كده، هنأتاتش الميتال اللي احنا قلنا عليه. بس انا كده عملت اتاتشمنت اهو، وشلت طبعا اللزق ال 3 ام ده، بحيث ان انا اقدر اثبت الحاجه في مكانها. قال لك بقى بارل ذا مونيتور تو ذا سايد اوف يور لابتوب. ان احنا محتاجين ادي اللابتوب بتاعي اهو، اجيبه ومحتاج اعمل بارلل لان دي تبقى تحت. طب هي ليها ظبطه او حاجه يعني؟ دي مثلا في اللوجو بتاعهم عامل ازاي اصلا؟ يعني اللوجو عامل ازاي؟ خلاص قال لك ذا فيرست سكرو اكستند بيوند ذا لابتوب. ماشي. يعني احنا محتاجين هنا، بسم الله هنثبت الحدايد. لزقت؟ طيب الاربع حدايد لزقت؟ طيب ماشي. يبقى دي الاماكن
اكيد الحديده الرابعه هنا صح ولا ايه؟ ولا الزقها برضو ولا ايه؟ اكيد في نفس المكان يعني، اكيد هتبقى هنا كده مثلا. فاهم؟ بحيث ان هو ايه بعد كده هتبقى طبعا 3M دبل فيس. فحلو قوي يعني. انا دلوقتي هقفل دي كده، نركز مع بعض بس، واروح حاطط دي من اهو بس، وهنفتح اللابتوب ونروح شادين الشاشه بتاعتنا الاكستندد بتاعتي. تعالى نوصلها. طيب خلينا نقفل. هي بتوصل منين بس اهم حاجه؟ احنا دلوقتي هنوصل دي هنا. طيب احنا هنا كده وصلنا التايب سي. تمام. انا بقى هي بتاخد باور بقى ولا ايه؟ ولو جيب باورها منين دي؟ انا التايب سي بيديها باور. اوه جامد فشخ. ده بقى ارمي عليها اي حاجه صح؟ جامده باينه فوق. جامد. عايز افتح اي صوره؟ تعالى نفتح صورة مصطفى احنا عاملينها ثمنيل ونروح رامينها هنا. اوه جامد. انه اختراع جامد الصراحة. صح؟ ده انا اعمل كده بقى. تخيل انا مثلا بشتغل على ايه؟ على اللايت روم مثلا. انت عارف اللايت روم فيه اوبشن اللي هو السكند ويندو ده. فانا مثلا سي ده اهو، في عندنا هنا حاجة في اللايت روم مثلا فيو، في حاجة اسمها سكند ويندو تقريبا. سكندري سكرين، سكندري ديسبلاي. ايوه بقى اهي. 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 بصوا يا جماعه، هنا انا حاطط الصور، انت هنا حاطط الصور بتاعتك اللي هي اللايبرري بتاعتك. اوكي. والديفلوب بقى بتاعك هنا، فانت بترمي الصوره من هنا لهنا يعني. بس بخش هنا اختار مثلا، والله انا عايز الطبق ده، والله انا عايز الطبق ده، فاهم؟ وابدا اشتغل عليه. بس فكره فشيخ بقى ما تخلص، فهمت؟ تروح منزله بقى. انت بتشتغل بقى ايه؟ بتشتغل بقى اكسل، بتشتغل بقى فوتوشوب، فوتوشوب بالذات بقى تفتح بقى هنا اللايرز ومش عارف ايه، انت عندك الشاشه بتاعتك دي كلها، بتنقل حاجه من حاجه لحاجه، بتكتب بتايبنج بقى في سوفت وير. الكواليتي بتاعتها عامله ازاي يعني؟ خلينا نجيب بورتري كده مثلا ونشوف الكواليتي بتاعت الصوره دي عامله ازاي. يعني نشوف الصوره. اه والله جامده فشخ. طيب اللي احنا وصلنا له دلوقتي يا جماعه، اللي احنا وصلنا له ان احنا دلوقتي وصلنا الشاشه الاكستندد سكرين. طبعا السكرين دي اي بي اس. بصوا كده بتركب كده في اللابتوب، بخرجها من ورا اللابتوب، بقى عندي شاشه ثانيه. الشاشه دي 12.5 انش. الشاشه دي اي بي اس. الالوان بتاعتها حلوه جدا، التفاصيل بتاعتها جميله جدا. عندي هنا الزرار بتاع البرايتنس، وعندي اوبشنز بقى ان انا اقدر اتحكم في الكنترول بقى في الهيو. بصوا عندي في البرايتنس والكونتراست والساتوريشن والتمبريتشر والاي كير مود والجي سنسور. الجي سنسور ده اظن ان هو الداخل والخارج بتاعه. انا شايف انها والله اختراع حلو جدا على فكره، وما بتاخدش كهرباء من بره يعني، تاخد تايب سي من الجهاز. طبعا هي بتشفط اكيد، هتشفط يعني بطاريه اللابتوب، بس كفكره انا شايفها فكره حلوه جدا الصراحه، انها تكون بتاكستند الشاشه بتاعتك وانت شايل الشاشه بتاعتك في جيبك يعني، شاشه ثانيه في جيبك. بصوا كده اهو، بصوا الصور. خلينا ناخد الصوره دي نجيبها هنا كده. بس ادينا كده حاطط هنا صوره وهنا صوره. شايفين الفكر نفسه عامل ازاي؟ انا شايف انها فكره حلوه قوي على فكره. انا شايف انها حاجه، شايف انها حاجه عظيمه يعني. يعني فكره لطيفه، انت معاك شاشه تانية. اقول لك على حاجه كمان والاجمد، انت ممكن تعمل ميرور صح؟ يعني ممكن اعمل ميرور وتبقى برزنتيشن. تعالى نخش جوه كده على الديسبلاي بلاي بس وارنجمنت، واقول له انها ميرور ديسبلاي. انت كده المفروض تشوف الديسكتوب بتاعي. انت كده شايف الديسكتوب بتاعي، شاشه ابل. اوكي. نيجي نعمل كده، هفك ده ببساطه كده من هنا اهو، واروح نركب ده. احنا محتاجين انت تشوف صح؟ يعني احنا محتاجين دي تبقى ناحيتي. ازاي بقى؟ طب انا دلوقتي محتاج يا تيتو، بص انا محتاج ان انت تتفرج، اعمل برزنتيشن يعني، انت اللي تتفرج. فانا محتاج ان انا افتح لك دي كده بالظبط صح؟ طب انا ممكن نقلب دي؟ هل في امكانيه ان احنا نقلب مثلا الجرار ده؟ في امكانيه لذلك؟ بقول لك ايه، انا حاسس ان البتاع دي ليها لازمه في الموضوع. انت بتهبد. هي هنا صح كده؟ دي السناده. السناده يا اخوانا، دي طلعت السناده. ماشي. انت كده شايف شاشتي؟ يعني ده الشاشه اهي، ده بيقفل ويفتح بس.
هيبقى بينفع بقول لك يتشال. ايه، احنا ليه ما جربناش نعمل كده؟ ضن خلاص، تعمل دي لا كده يا اهو، فطاري دي اهي او ممكن تستخدم البتاعة التانية. اهي، وناخد بقى دي صح، ما هي كلهم مع بعض بقى اهي كده. ارمي بقى الورقة دي خلاص، لان انا كده خلاص بقيت اكسبرت. اي حد يا جماعة محتاج يشتري الشاشة دي انا اقدر اساعده في اوكي اهي اهي معاك. شفت الصور بتاعتي الاخيره مثلا؟ شفت دي؟ ده البرزنتيشن بتاع، والله جامد قوي ان انا اروح اعمل برزنتيشن لحد يبقى قاعد بيتفرج معايا. الالوان حلوه، هي اي بي اس اتش دي فول اتش دي سكرين 13 انش، يعني كان معاك لابتوب تاني، ما بتستخدمش كهرباء من بره، بتستخدم كهرباء عن طريق اللابتوب، بتتركب ورا اللابتوب وممكن تبقى سيبريت لوحدها. الدنيا خفيفه قوي، وجاي لك معاها كميه حديد عشان تثبتها على اي حاجه انت محتاجها، يعني انا ممكن اعلقها مثلا لو بعمل تيذرنج تبقى جنبي، لايت روم تبقى جنبي اوكي. وممكن اليو اس بي ده، يو اس بي تايب سي صح. قد لمعت عيناه. عندي التذرنج كيبل اللي هو التايب سي، تايب سي الطويل. لا هخليه بعيد، هخلي الشاشه دي بعيده قوي عن الشان ده. تجربه حيه ان احنا نوصل التايب سي تايب سي. طيب احنا جبنا الكابل اليو اس بي تايب سي تايب سي من تيذر تولز اللي هو بنستخدمه في التذرنج، وانا هجرب كده فكره ان الشاشه دي لو بقت بعيد قوي عن اللابتوب ايه اللي هيحصل. يعني احنا لو شلنا بقى الجزء اللي احنا كنا شايفين بيعمل ايه ده، وشلنا الجزء ده بقى معانا بس الشاشه، ان انا احطها في مكان تاني. بصوا الشاشه دي كده، ان انا اهي بس كده، انا ممكن احطها في مكان تاني مثلا لو العميل عايز يتفرج على حاجه انا بعملها، او سواء بقى بعمل ميرورنج او بعمل اكستندنج، يعني عايز اوري للشخص. انا عايز اوريكم بس ان الكيبل ده اصلا، الكيبل ده 6 7 متر بقول لك ايه، بص هتبقى عامله ازاي؟ عامله كده. طب استنى، والله حلوه الفكره دي. يعني بص جامد والله الحوار، صح؟ لا لا بص كمان، ده انت ايه هنا؟ ممكن ان انا افتح لك كده مثلا لابتوب وش وظهر. يعني انا دي الشاشه اهي، شايفين الشاشه؟ اوكي الشاشه اهي شايفينها؟ اوكي وفي شاشه اهي برضه. جامد الحوار. بص هو استخدامات متعدده تقدر تستخدم بيها البرودكت ده. انا شايف ان هو حاجه الصراحه عبقريه. نامل ان احنا نطلب بقى بعدين ال4K بقى منها، او الاكبر شويه، او ان احنا نجيب اتنين، ممكن يبقى في واحده هنا وواحده هنا. اظن لو بقى اتنين كمان وتكستند بقى ما بين ثلاثه، وتحط هنا بقى لو انت بتمنتج او كده بتكلر بقى، بتحط الحاجه هنا اهو، وتاخد الويلز على اليمين والمشاهد على الشمال وتختار. ممكن تعمل الكلام ده كله وانت معاك لابتوب جامد زي تيتو، لانه اشترى لابتوب جديد. انت عملت له انبوكسنج؟ هيعمل له انبوكسنج قريب، اشترى لابتوب جديد ويندوز، فاهم؟ بس انا دلوقتي بقى معايا لابتوب بشاشتين وبعمل اللي انا عايزه. شايف انت صح؟ جامد. بص تخيل انا بدي كورس لحد كده، زي ما انت شايف كده الوش هنا عندنا، ونقرب على العين. التفاصيل مهمه جدا فيه، ليه بقى؟ لان انا الشاشه عندك يا اسطى. شكرا ليكم، اتمنى تكونوا استفدتوا جدا من حلقه الانبوكسنج بتاعت النهارده. انا في الحقيقه بحب اشارككم ايه الحاجات الجديده اللي انا مهتم بيها والحاجات اللي انا بعملها، عشان نستفيد مع بعض. انا على فكره بفتح الحاجه لاول مره معاكم، وبشوف الحاجه لاول مره معاكم. تابعونا دايما على سي بي سي تي في عشان تلاقوا فيديوهات ممتعه وشيقه ومفيده طبعا للناس اللي بتحب التكنولوجي والتصوير. تابعونا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى الانستجرام. شكرا ليكم، كنت معاكم محمد علاء. اركب الحديد ورا، فانا محتاج ان انا اعمل لك كده يعني. طب تعالى نعمل كده، انا ما عنديش مشكله. فده انا متصور، انت ازاي تخش كده والنور الاحمر مفتوح؟ هم غير ستوريز، انا بعت ستوريز، انا بصور فيديو دلوقتي. ماشي اطلع من الاكل. رز بلبن، الناس تجيب رز بلبن عشان اصالح بجد. والله النور الاحمر شغال، ما ينفعش حد يخش. رز بلبن، رز بلبن، وهاتي لي بسكوت شوفان. بتكلم بجد، الاصفر كبير كبير، ما تجيبيش صغير. اسمه ايه طيب؟ اسمه ماكفيتيز. حاضر. ما تقوليش الراجل كده، قولي له الاصفر الشوفان بس عشان هو اخره.